مساء الخير. نبدأ هذه الرحلة البرية لأول جزيرة نجيها. أبي خايف موضوع، أنا كنت قايل إنه البوت هيضيف حتة بعيدة من الشاطئ، فدي أول حاجة. عشان كده أنا كنت لابس شبشب بتاع بلاستيك زي ما الناس لابسة. يلا أخذ عارفة الحتة دي. دي جزر تانية، قال لنا حنقعد هنا ساعة في الجزيرة دي. نشوف الدكتور شنو جاء هنا. ساحل ايلاند، قالوا لي واحدة من الكلمتين دي معناها رز، جزيرة الرز دي. شوف الرز هنا عامل كيف. في اي حتة بتلقى العلامة الماليزي او علامة الولاية ده تبع الهكار. جراس باسا ايلاند. بس كان المفروض يكون في جايد يورينا حاصل شنو، لكن كان فيها تغيير شويه. فنشوف فتش برانا، انا حعمل جوله سريعه بعد ذاك بكون باخذ صور ان شاء الله. امبارح جربت جوز الهند، طلع ماسورة كبيرة لأنه يعني طعمه ما عنده أي علاقة بالحتة اللي بنلقاها في الحلويات والحاجات دي. هابي جنجال ولا هاربا، ما في كلام. برايفت بريتي، منطقة خاصة أو ممتلك خاص. المهم الكلمة المعروفة دي، ده واحد من هناك، ده واحد من البوتس اللي بيشتغلوا بيها في لما تكون دار تجرب الرحلات في الموج، يعني من لنكاوي ذاتها، واحد من البيتشات بتاعتها تقوم تتحرك عليها. اجل شاور صباح النور يا اخوي. انت الكلام ده يا حبيب، دي جزر الكابي، انا في ماليزيا. طيب دي شكل ثروة جوز الهند ناشفة ولا ما جوز الهند، دي حاجة تانية ولا ما اعرف بصراحة ما اعرف والله، لانه بدي فيها حاجات عجيبة جدا. يعني مثلا زي دي اللي ياسمين البلدي، شجرة كبيرة هسي هنا. يعني الناس لو وقفت جنبها واقلب الكاميرا علي، افتكر روحه طويل لكن الحكايه دي لسه فوق. دي الحياه المشهوره بها طبعا ماليزيا والجزر في شرق وسط اسيا. النخل ده، دي كلها غابه، احنا قاعدين نخش غابه كده نلف ببرك ونرجع تاني نشوف الغابه فيها شنو. كنت بتكلم عن الجزر بتاع الشجر بتاع الرويال بالم. الرويال بالم دي من الأشجار المشهورة بها ماليزيا، هي هو الكوكونات جزء الهند. دي اسم الجزيرة. امبارح سألتهم، أنا سأل جدا، قمت قلت لهم بالله شو متيح في الجزيرة، سألتهم قلت لهم بساهي دي شنو، بساه، قال لي دي معنى جزيرة الرز. وطبعا في حاجة مهمة في انه يعني انت كيف تكون قادر تسوق لشغلك كويس. يعني انا امبارح كنت لافي في السوق، بس عشان حاجتين، كنت دار اجرب عصير جوز الهند وكنت دار افيق دولار.
فالشابة دي نادتني شغالة في الشركة دي ذاتها، يعني بتكون هي سيلز ايجنت، تعالوا شوفوا بتاع. قلت لها ما ادري شوفي انت بس وبتاع، في جزيرة كده جزيرة كده جزيرة كده، المهم استمتع ما تنسى تمشي صنوي لاجون. جلشار وين الحتة دي؟ هنا في لنكاوي في حتة ثانية. انا اوريك حتة دي شنو، انا ما انا جاي من كيل وقاعد في لنكاوي ماشي بينانج وبعدك برجع ثاني لنكا هنا اسمه شنو، برجع ثاني الاخير دي اسمه شنو كوالا. في الكلام ده وين جزيرة المرأة الحامل حاجة عجيبة برضه، هاي لسه ما جينا لسه حاجة. قلت البيت قلت لها تقول لي فيها سام جزيرة، قام قلت لها بريكلاند ايلاند، قلت لها يعني كده عندها عملت لها بالكرش دي، قامت قالت لي كده سكتت انا قاعد بضحك معايا وتهزر بتونس معايا في حتات كده ما تخش فيها مع الـ مع الـ مع الفيميل. في كوالالمبور كويس كويس، جوز الهند فاشل سيء. مكان تقول لك يا طيب يا هنا اجي لي شاور انت ما عارف يعني. طبعا الجزيره دي مهجوره ولا شنو؟ تكون مسكونه كمان. بعدين اعمل قرود شاهد التليفون عام الله يقوم يجي يسحب قريد يسحب لي البتاع ده بتضارب مع طواري يسحب لي التليفون. يا جيلي والله تذكرتك هسي انا بتكلم معاك، تذكرت تذكر اللايف الطويل اللي عملت في الاحتصام. لا كانت ايام بس دي بماليزيا. انا حاسس انه هي 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 كوالا دي نظيفه وصريفه وهي حاجه، لكن ده شنو يا جيلي شاور انه بس المشكله في انه الناس محافظه على النظافه، ما في اسمه شنو، ما في قوانين رادعة كده يعني. كده ناخد لنا جولة في الغابة شوية كده، ما همشي بعيد لا ممكن تكون فيها مشاكل. كويس انه لابس لي طيب جزمة. الحتة رطبة ولينة يعني زي جات مطرة قريب عن الفراشة دي، افتكر مطرة كثيرة في الحتة دي عشان كده عادي ممكن تكون جات مبارح ولا مبارح. اي لسه في الندى بتاع في الشجر صفق. الواحد حاسس روحه كده ماشي في الافلام الامريكيه ديك، ما في يطلع لك زول ولا بتاع ولا هنا دي بيكون شايل له فرار كده لو مش عارف بتاع داك لايف. ما الجلشاب داك لايف ما بنساه لانه وضحت لي فيه تفاصيل كانت رايحه لي. زي شنو كده كانت رايحه لك؟ انا والله يا جيلي ما عملت حاجه كثيره كده عرفتها، انا بس كنت ماسك التليفون فتح الكاميرا وبتكلم وبصور في حاجات اصلا في ناس عملوها، فلو في فضل في الحكايه دي فضل الناس اللي اشتغلوا جداريات، الناس لجنه الميدان اللي عاملين توجيهات، الناس ارفع ايدك فوق التفتيش بالزوق، ارفع ايدك تاني التفتيش في ثواني، ارفع ايدك حبه التفتيش بمحبه كده يعني. الغابة دي ما فيها شيء كده يعني واو كده ما بس شيء قايم بس، لكن انا في حاجة واحدة بس داري اشوفها هناك. خليني اشوف دي حاجة حمراء كده، عارف ان هذا شنو غايته، نشوفها ونطلع من الجحر ده. احلى حاجة قبيل في احنا راكبين في البوت، على البوت ده ماشي بالراحة وبتاع، جوز علينا الفيست، قلنا الزول ده اقول الزول ده هو نيون شنو في شنو موزعين لنا في هاي ماشي فيها بيدردك فيها دي، بس بعد فيها فتح والله العظيم، بس احساس انه زول ماشي في دقداق بس بيركب لي في ركشه نازل. انا حاولت انه ساي يعني اصور الجوز ظاهر في السكه، اعمل حاجه صغيره كده في الانستغرام، ما لقيت فرقه طبعا تلفون قرب يقع مني بعد كده شكله جاد كده الواد ده المدخول على النوم هم ماسكه بيد، هي ماسكه بيد. حدود جيلي شاور حدود الاحتصام ما كنت قادر اتخيلها، ومكان المعرض ما كنت محدد محله وكم حاجه. اوكي تمام بمناسبه